جاية أعمل إعلان، أنا جاية أقول لكم على المنتج ده، كينج بار. كينج بار ده منتج ساحر، يعني أنا كنت رقبتي كانت فعلا بتؤلمني جدا، حطيت منه مرة في التانية بدأ فعلا الوجع يتحسن جدا. ده بقى للمفاصل، للكتف الموجوع، للرقبة، لأي حاجة بتوجعكم في العظام. كينج بار ساحر، بنصحكم بيه. وأنا مش بقول كده عشان أعمل إعلان زي ما قلت لكم، لا، أنا لو ما كنتش جربته بنفسي ما كنتش هعلن عنه، لأن أنا عارفة مصداقيتي عندكم شكلها إيه. فجربوا كينج بار. اهلا وسهلا بيكم بعد الفاصل. طبعا عرفتوا بفقرتنا هنتكلم عن ايه النهارده، هنتكلم عن كريم موضعي ساحر بمعنى الكلمه، ساحر في الام المفاصل، في العمود الفقري، في الرقبه، في خشونه الركب. يعني اي حد النهارده عنده مشكله في المفاصل في العظام يا ريت يركز معانا في فقرتنا النهارده عشان ما يفوتوش المعلومات المهمه اللي هنعرفها النهارده، وكمان الكلام المهم جدا جدا عن الكريم الموضعي الساحر اللي بينهي آلام العظام والمفاصل تماما بفضل الله. منورني النهارده وبجد بجد مشرفني دكتورنا العظيم دكتور احمد مشعل، استاذ العلاج الطبيعي والتغذيه العلاجيه. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. ازي حضرتك يا دكتور؟ يعني وحشانه جدا. ربنا يخليك وحضرتك والله. اهلا بيك. اهلا بيك. ليه بنقول عليه ساحر؟ انا عايز اعرف ليه خد اللفظ ده او اللقب ده. لفظ الساحر لانه الحقيقه احنا عندنا مجموعه من العوامل اللي بتخلي اي منتج نستخدمه فعال. من ضمنها الامان. المنتج امن، احنا ما عندناش اعراض جانبيه، ما عندناش ما يؤثر على صحة الشخص اللي بيستخدمه. ساحر لان الخلطة بتاعت المكونات بتاعته او يعني الفورمولا، المعادلة اللي احنا اضفناها بتخلي النتيجة بتاعته سريعة جدا، فعالة جدا في وقت قصير. يعني احنا نقدر نقول انه من اول اسبوع استخدام احنا عندنا نتيجة كويسة جدا نقدر ناخدها. تمام. طيب ايه كمان ليه ساحر؟ لانه ما بيأثرش على جلد الليديز. حضرتك عارفة انه السيدات دائما بيبقى جلدهم حساس شوي. لا، احنا عندنا مجموعة الامان اللي خلي هذا المنتج لا يؤثر على الجلد او يسبب تهيج للبشرة. تمام. كمان يعني كده يصلح لجميع انواع البشرة. طبعا. لان طبعا في كريمات موضعية، في دكاترة يقولك لا لو انت من البشرة الحساسة او مثلا عندك حساسية ضد منتج معين او مادة فعالة معينة ده ما ينفعش معاكي. هو الحقيقة انه مضاف ليه فيتامين اي ومضاف ليه خلاصة الكاموميل، وحضرتك عارفة خلاصة الكاموميل طبعاً. حاجات ظريفة جدا علشان تخلي البشرة تتقبل المواد الفعالة اللي موجودة في الكينج بار. ده كده كمان بيدي مرونة للبشرة، مرونة وترطيب منتجاته دي، مكوناته دي. طبعا طبعا طبعا. ده كفاية الكاموميل لوحده. يعني الكاموميل من الحاجات الجميلة جدا اللي بتدي رطوبة للبشرة وبتساعد وبتحسن اختراق المواد الفعالة لجوه. طيب نقول اسمه تاني يا دكتور. كينج بار. كينج بار. كينج بار. كريم موضعي كينج بار لألام المفاصل وألام العظام يا جماعة، مرخص من وزارة الصحة، يعني معنى كده أنه هو آمن بإذن الله 100%. طيب سؤال مهم جه في بالي دلوقتي، هو معالج ولا مسكن؟ على المدى القصير هو مسكن، لأن احنا هنحس طبعا بالتسكين سريعا جدا. حلو. طب ما دي حاجة كويسة طبعًا. جدا. طبعا. انما على المدى الطويل هو علاج. الموضوع ده جاي منين بقى؟ الموضوع ده جاي من ان احنا عندنا مجموعة كبيرة جدا من المكونات، اما الميثايل سلسليت، ودي من المواد الهامة جدا في القضاء على الالتهابات المفصلية. طبعا الناس لما بنقول الالتهابات المفصلية تفتكر الركبة بس، الركبة، مفاصل الحوض، مفاصل الظهر، الرقبة والاكتاف. الناس اللي بتروح الجيم وبيحصل لهم اصابات سريعة او يحصل لهم نوع من الالم، السيدات اللي بعد عمليات الولاده تلاقي دايما تقول لك انا ظهري وجعني بعد الولاده. وفي نوعين مهمين جدا يا دكتور مش عايزين ننساهم وانا متاثره جدا، اصحاب الروماتيزم والروماتويد. يعني دي اكتر ناس بتشتكي طبعًا على طبعًا طول من طبعًا المفاصل طبعًا مفصل ايد مره، مفصل رجل مره، انت عارف في كل انواع مفاصل الجسم لما بتيجي الاتاك او بتيجي النوبه بتاعه الروماتويد. بالظبط. بتبقى شيء قاسي جدا لانه احنا بنحس بالتورم، وده سؤال بقى عظيم. الله يخليك يا دكتور. تشهد لي؟ لا لا حقيقي سؤال عظيم. ليه والله يا جماعه وليد اللحظه. ليه مريض الروماتويد جميل جدا انه يستخدم هذا المنتج؟ لانه اولا هو اللي بيحصل انه
شويه تورم واحمرار والتهاب في المفاصل الكبيره زي مفصل الركبه، زي مفاصل الكاحل، مفاصل الرزق، الايدين دي اصعب مفاصل. نجد ان هذا المريض على الرغم ان هو مش مريض خشونه ولكن مريض التهاب مفصلي بيعوقه عن ممارسه نشاط حياته اليوميه. مش قادر يقف في المطبخ، مش قادر يصلي، مش قادر يسوق عربيته. طب احنا محتاجين حاجه تسحب هذا الالتهاب. وما تنسيش ان كمان مريض الروماتويد بعض الاحيان بيكون منتظم على لسته ادويه كبيره جدا من المكملات الغذائيه والمضادات. طيب عايزين نديله حاجة توبيكال يعني نستخدمها في مكان الألم بدون ما اخش في روشتة الدكتور اللي فيها أكتر من عنصر، بدون ما أثر على معدته، يعني ما تتعارضش مع الأدوية اللي هو بياخدها. تمام. كمان في نفس الوقت هجيب نتيجة كويسة إزاي؟ إحنا عندنا الكينج بار بيوفر لنا إيه؟ بيدينا إنه بيسحب الالتهاب. رقم اتنين بيسحب التورم لأن في مادة اسمها أوكليبتس. هذا الأوكليبتس من الحاجات اللي بتنشط الدورة الليمفاوية فبتسحب التورم المفصلي من الأماكن دي. رقم ثلاثة المثال سلسلات اللي قلنا إن هو مسكن. والقرنفل يا شيف هلا إيه أهم حاجة لو واحد سنانه وجعته بيقول له حط إيه؟ حط واحدة قرنفل كده واتكت عليها وسيبها. القرنفل من المكونات الرئيسية في الكينج بار. إذا أنا عندي مجموعة كبيرة جدا لمرضى الروماتويد أو مرضى الالتهابات المفصلية إذا كان بقى أكتر من سبب، يعني إذا كان السبب مناعي أو إذا كان السبب استخدام زايد أو إن هو عمل حركة غلط، بتؤدي إلى سحب التورم وتقليل الالتهاب وتحسين الحياة اليومية. حلو جدا وآمن. تمام. طيب ناخد ماهر ونرجع نتكلم على تمام. يا ماهر أهلا وسهلا. أهلا بك يا فندم. إزيك يا أستاذ ماهر؟ الله يخليك الله يبارك فيك. اتفضل إحنا معاك. اتفضل. أنا قلت جادل أتحرك خالص من البيت وجبت الكبار ده هو والحمد لله نطلع ونخش ونروح الغيط وهنركب الحمارة تمام 100 100 والحمد لله. استاذ ماهر هستأذنك بس وطي التلفزيون شوية عشان صوتك مش واضح. وطيه خالص واسمعنا من التليفون. ماشي. يلا اتفضل قول لنا بقى قصة نجاحك. انا عرفت ان انت قصة نجاح. ايه بقى ايه اللي حصل؟ انا قصة نجاح يا دكتورة. كنت قادر اتحرك. دكتور احمد مشعل معاك سمع. هو عارف. اتفضل. انا ما كنتش قادر اتحرك من البيت وكانوا يركبوا ورميل. رحت طلبت الاعلان ده هو راح جايب له للثلاثة نبيل. تمام. كان تنبوبه والثانيه والحمد لله اروح الغيط والحجره والحج كل حاجه ونطلع ونخش وبقيت 100 100. كانت ركبك ورمه مش كده؟ ده اللي فهمته. كانت ركب ورمه اثنين. وما كنتش بتقدر تتحرك ولا تخرج من البيت مش كده؟ ولا كنتش هنقدر نقعد حتى ثانيه واحده. يعني عرفت ان هو كان والحمد لله يعني مزارع. 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 انت قلت لي بتزرع ايه يا عم ماهر؟ نزرع قمح ونزرع شام ونزرع برسيم. ربنا يديك الصحه يا رب. المهم ان انت استعملت كينج بار. ولقيته ما شاء الله فعال جدا معاك. الحمد لله بجميع 100 الحمد لله. الحمد لله ربنا يديك الصحة والعافية يا رب. الله يخليك الله يخليك. تحب يا دكتور أحمد تسأله؟ طبعا. أنا عايز أسألك يا ريت تقول لنا إيه الفرق بين قبل استخدامك للكينج بار وأنت شغال في الزراعة وبعد استخدامك للكينج بار؟ مجهودك بقى وحركتك. المجهود الأول ما كنتش قادر أتحرك نشتغل خالص عليهم. كنتش بتقدر تقف على رجليك عشان ركبك مش كده؟ عشان ركبك ما نقدرش نقف على رجلي وكانت عندي النميله شديده وما نقدرش نقف 10 دقائق ابدا على رجلي. ربنا يديك الصحه والعافيه. حسيت بالنتيجه بعد قد ايه يا استاذ ماهر؟ يعني بعد 5 6 ايام كده حسيت بالنتيجه تتحسن. رائع. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. 5 6 ايام خلصت طنبوبه ومسكت في الثاني ولقيت ان كده كله ما تتحسن معاه تتحسن معاه. ان شاء الله ربنا يتم شفاك على خير يا رب يا رب. يعني يا جماعه موضوع الركب ده بيتهيألي مفيش حد خالي من ان هو بيشتكي من ركبه. طبعا. سواء بقى كانت لا قدر الله ورمه او مش ورمه، حتى لو مش ورمه على طول يقول لك ركبي بتطقطق، ركبي مش شايلاني، في الم على طول في ركبي. مظبوط. فاحنا النهارده بنتكلم على كينج بار، هو غير ان هو معالج هو بيسحب الالتهاب والتورم ومسكن كمان. ومسكن. بدليل ان استاذ ماهر بيقول لك من اسبوع من 3 4 ايام تقريبا ابتدى يحس بالنتيجه. وعلشان كده احنا مش بنقول ان الكينج بار هو فقط للشخص اللي حصل له تشخيص مرضي. لكن نقدر نقول ان هو كريم اللي بيزود الدوره الدمويه في المفاصل في حاجه. يعني مثلا زي ما حضرتك بتورينا كده، انا متابعك على الفيسبوك، انت رائعه بتعملي عزومات جميله خالص. الواحده وقفت عملت عزومه
وجت بعديها ظهرها وجعها وركبها وجعت حد كتير. صح دي حاجات واقعيه جدا يا دكتور. من في حد نزل يتمشى. طب يا دكتور احنا عايزينك تكلمنا على تكنولوجيا النانو، وده يمكن من الحاجات اللي انا كنت هقولها في النهايه بس عشان احطها في مسج لازم دي تتبروز. زمان في فرق بين ان احنا نعمل، فاكره حضرتك كان العطار يعمل حاجه اسمها اللبخه، مش كده اللي هي يقول لك حطها على المكان اللي فيه التهاب والكلام ده. وبعد كده لما الدنيا اتطورت شويه بقى في شويه مواد فعاله بنحطها على قاعده كريم. النهارده الدنيا اتغيرت خالص، بقى في حاجه اسمها نانو تكنولوجي. هذا النانو تكنولوجي بتتحمل جزيئات الماده الفعاله على بطريقه معينه في مصانع معينه ليها تكنولوجيا صناعه، عشان نوصل هذه الجزيئات للغضاريف اللي محتاجاها، للخلايا اللي محتاجاها، فبناخد اعلى فايده ممكنه في اقصر وقت ممكن. يعني حلو جدا. طبعا يعني لما نقول انه في جلوكوزامين ده اللي بيعيد انتاج المفاصل وبيعيد انتاج الغضاريف، نقول ان في المثال سلسليه الالتهاب والاورنفل للالتهاب والكاموميل وفيتامين اي، ونقول ان في كريستالات النعناع علشان خاطر ندي الشعور بتاع البروده. تلاقي دايما اللي عنده التهاب يقول لك انا حاسس ان ركبتي سخنه وبتصهد عليا، وحاسس فيها بصهد كده. صح، كل جزء من دول بيروح للمكان اللي مستهدفه بتكنولوجيا النانو. ده كده المواصفات بتاعت كينج بار اللي معانا النهارده. اللي هو امن تماما، مرخص من وزاره الصحه، يصلح للاستخدام في اي وقت، وبيجيب نتيجه زي ما قلنا كده في وقت قصير جدا. ده كده ممكن يحل لنا مشكله يا دكتور، ما اعرفش الكلام ده صح ولا غلط، بس ممكن يحل لنا مشكله الناس اللي بتاخد ادويه عن طريق الفم فبتاذي المعده والجهاز الهضمي، عشان برضو المفاصل والتهاب المفاصل. يعني إذا ممكن إذا يهدي شوية طبعاً أو يساعد. هو هيساعد، لكن إذا وصفت وصفة طبية بمعرفة الطبيب بالأقراص إحنا ما نقدرش طبعاً. بس هو يساعد، لكن طبعاً دوره فعال جداً بالزبط. في إن إحنا نقلل وقت الوصفة الطبية اللي أخدها من الدكتور بتاعه. بمعنى إيه؟ إذا أنا باخد أدوية عظام 4 أدوية أو 5 أدوية واستخدمت جنبهم الكينج بار كعلاج موضعي آمن، لا يؤثر على صحتي العامة ولا يتداخل مع الأدوية، وهيديني نتيجة في الشعور بالتسكين سريعا وزيادة الدورة الدموية وكذا، احنا بنقلل وقت الروشتة الكبيرة اللي فيها. يعني ليه دور فعال في كده. مظبوط. رقم 2، المرضى اللي احنا ما بنقدرش نوصف لهم أدوية جديدة، زي مرضى الكبد، مرضى طبعا مرضى الأمراض المزمنة عموما علشان نبقى عارفين. هؤلاء المرضى بيجي بعض الاحيان الدكتور بتاع العظام ما بيبقاش قادر انه يدي ادويه قويه. في الحاله دي بتبقى الادويه التوبيكال هي المخرج او الباب الجانبي. الادويه التوبيكال يعني ايه؟ الكريمات الموضعيه هي المخرج ان احنا نشعر بالتسكين سريعا. طيب مده كورس كينج بار قد ايه؟ على حسب الحاله بقى. يعني على حسب الحاله. لكن احنا نقدر نقول ان احنا بنجيب نتيجه في العموم. في العموم احنا بنقول احنا بنحس بالنتيجه بعد اسبوع، ونقدر نستخدمه بأمان تماما لنهاية الكورس بعد 3 أشهر. حلو جدا. يعني أنا حتى بعد أسبوع لو حسيت إن الدنيا هادية لازم أكمل. أكمل. يعني لو ما كانش الموضوع مجرد شد عضلي بسيط، مجرد إرهاق بسيط، بنكمل الكورس بتاعنا 3 أشهر علشان ناخد الأقصى نتيجة ممكن. طيب في تعليمات معينة تخلي كفاءته تزيد ويبقى فعال أكتر معانا؟ طبعا. يعني مثلا خلينا نقول يا جماعة اللي وزنه زيادة لازم يبتدي ينزل علشان نخف التقل من على المفاصل. رقم 2، لازم نقول يا جماعة اللي محتاج ان هو يمسك عكاز او ان هو يتحرك باستخدام عكاز يتحرك باستخدام عكاز. رقم 3، الناس اللي بيبقى عندها خشونة مفرطة ما تصليش وانت واقف، نحاول نصلي واحنا قاعدين، ما نعملش اجهاد زيادة على المفصل بتاعنا، نحاول ان احنا ما ناكلش الاكلات اللي بتحتوي على اليوريك اسيد او النقرس. هذه الاكلات زي اللحوم طبعا، اللحوم الحمراء والبقول الزياده، وطبعا المشروبات السوداء زي الشاي والقهوه وكذا، لانها بتزود لنا معدلات التهاب في المفاصل. طيب حضرتك جايب لنا خصم النهارده مش كده؟ مظبوط. قول لنا بقى على الخصم. الخصم هو الحقيقه اللي اول 100 متصل معانا 30% خصم على هذا المنتج اللي هو الكينج بار. الكينج بار. حضرتك تقول لنا اسمه علشان الناس تبقى لازم الناس تحفظ بقى. ايوه. هنقدر نعمل خصم 30% لاول 100 متصل على
الكينج بار. الكينج بار، وزي ما اتفقنا ان في مده معينه للكرسي لازم نمشي عليها للنهايه. بالظبط، هو احنا احنا بناخد الاول نتيجه بعد اسبوع، وفي النهاية بعد 3 أشهر بتكون النتيجة النهائية بإذن الله. تمام يا جماعة، كينج بار النهاردة معانا دكتور أحمد مشعل بيكلمنا على كريم موضعي خد لقب الساحر كينج بار، علشان هو فعلا ساحر في آلام والتهاب المفاصل والعظام، وآمن ومرخص من وزارة الصحة. دي أهم حاجة. حضرتك نورتنا يا دكتور، أنا سعيد أشكرك. مع حضرتك. ربنا يخليك، واوعوا تنسوا 30% خصم لأول 100 متصل. دلوقتي بقى اطلعوا فاصل ورجعوا لي بسرعة نكمل فقراتنا مع بعض. فاصل قصير بس اوعوا القناة تتغير.